أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد وحلقة جديدة في برنامج أسئلة عن الإيمان. ويسعدنا مرة أخرى أن نرحب بجناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الوحي في المسيحية وفي الإسلام، وفي هذه الحلقة سنتكلم أيضا عن براهين الوحي في المسيحية وفي الإسلام. وردتنا أبونا أسئلة كثيرة عديدة، منها السؤال الآتي: هل هناك برهان دامغ على صحة الوحي في الإسلام، وماذا تقول المراجع الإسلامية عنه؟ سؤال مهم، البرهان، يعني برهان الوحي. نعم. لأن بيحتاج الأمر إلى برهان ودليل يثبت إن كان الكلام ده فعلا كلام ربنا ولا لا. نعم. بالنسبة للمسيحية، البرهان بتاع صدق الكتاب المقدس. فمرة من المرات أحد الملوك طلب من الوزير بتاعه، وكان الوزير مسيحي مؤمن، يعني عايش مع ربنا، فالملك بيقول له إيه اللي يثبت لي إن الكتاب ده صح؟ نعم. فقال له في برهانين. البرهان الأولاني أنا. قال له أنت يعني إيه؟ أنت برهان صحة الكتاب؟ قال له أنت تعرف حياتي القديمة وكيف كنت شريرا وفاسقا، أنت أدرى بها، وتعرف الآن كيف تحولت وتغيرت. الذي غيرني هو الكتاب المقدس، من ذئب مفترس إلى حمل وديع. أنا بقول لك أنا برهان لأنك أنت تعرفني وتعرف حياتي، كانش في حد يقدر يغيرني. لكن ظهر هناك أناس كثيرون في الكتاب المقدس تم لهم هذا التغيير. شاول الإرهابي تحول إلى بولس المبشر. أغسطينوس الفاسق تحول إلى القديس أغسطينوس. وهكذا. فإذا البرهان القوي على صحة الكتاب المقدس أنه كتاب من عند الله، أنه يملك القدرة أنه يغير حياة الإنسان. نعم. كنت أعمى والآن أبصر. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. قال له طب ما البرهان الثاني؟ قال له البرهان الثاني إتمام النبوات اللي فيه. فالعهد القديم كان يتنبأ عن شخصية المسيح. حيتولد فين وحيتربى فين وحيدخل أورشليم إزاي وحيحصل له إيه، كل ده نبوات دقيقة. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى إسرائيل. وأين مذكورة هذه النبوات؟ في العهد القديم. في العهد القديم. العهد القديم. نعم. تمت في شخص المسيح. نعم. إلى آخره. وأيضا نبوات تمت أيضا في العهد الجديد. الكتاب المقدس تكلم عن أمور ستحدث وقد حدثت فعلا. نعم. وماذا تقصد في العهد الجديد؟ العهد الجديد اللي هو البشائر والرسائل بولس الرسول وكذا، يعني هو الكتاب الإنجيل يعني. نعم. أما برهان، حبيت أشوف إيه البرهان الوحي في الإسلام. نعم. أنا ما بلاقيش حد أسأله بصراحة، يعني واللي بيسألني يقول لي أنت بتسأل إيه. فبضطر إن أنا أرجع للكتب يعني. فعمدة السيرة النبوية أو كاتب السيرة النبوية العمدة بينهم، وهو ابن هشام، لقيت عنده برهان بيقول عليه امتحان خديجة برهان الوحي. الكتاب ده موجود على النت. ابن هشام. أي موقع معين؟ إسلام. إسلام.com. .com. نعم. إسلام.com. قال ابن إسحاق، ده في الكتاب الجزء الأول صفحة 230. نعم. قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها
تتحدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فاخبرني به. فجاءه جبريل كما كان يصنع، فقال رسول الله لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله فجلس عليها. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على فخذ اليمنى. فتحول رسول الله فجلس على فخذها اليمنى. فقالت له: هل ترى؟ قال لها: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قالت: فتحول رسول الله فجلس في حجره. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت، يعني شالت الحجاب وألقت خمارها ورسول الله جالس في حجره. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم اثبت وأبشر، فوالله إنه لملاك وما هذا بشيطان. وزاد ابن إسحاق أيضا قائلا: وقد حدثت عبد الله ابن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله بينها وبين درعها. فذهب عند ذلك جبريل فقالت لرسول الله: إن هذا لملك وما هو شيطان. ده البرهان بيذكره ابن هشام في السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق، والكتاب ده حققه، السيرة النبوية دي حققها مصطفى السقة وإبراهيم البياري وعبد الحافظ الشلبي، وانطبع في دار المعارف في بيروت لبنان سنة 2001. القصة ديت كتبها الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس. الشيخ عبد الكريم ده نفس هذه ما شرحت، يعني خدها وجاب مراجع أخرى. أنا بس بقول أنا لقيتها فين الأول. نعم. وبعدين قريت الكتاب بتاع النص المؤسس بتاع خليل عبد الكريم، فلقيته كاتب بيقول إيه في النص المؤسس الجزء الأول صفحة 63 و64، بيقول: قال محمد: يا خديجة هذا جبريل. نفس القصة. قالت: يا ابن العم قم فاجلس على فخذ اليسرى. فجلس. قالت له: هل تراه؟ قال: نعم. القصة إلى آخرها. فوالله إنه ملك وما هذا بالشيطان. وأورد المصادر: تاريخ الإسلام للذهبي صفحة 60، الخصائص الكبرى للسيوطي صفحة 218 و219، السيرة الحلبية للحلبي الجزء 1 صفحة 386، السيرة النبوية لابن هشام اللي احنا قلناها، تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 298، السيرة النبوية لابن كثير صفحة كذا، السيرة الشامية الجزء الثاني صفحة 314، وحياة محمد لهيكل صفحة 152، ومحمد رسول الله لنصر الدين صفحة 105، وهوامش على هوامش الشيخ عبد الحليم محمود وابنه محمد، والرسول في رمضان للخربطلي صفحة 31، ومحمد لتوفيق الحكيم صفحة 24. دي كلها ايه؟ بتثبت. اصل ساعات يقول لك ايه؟ لا ده حديث احادي. لا ده لم تجمع عليه الأمة. لا ده حديث مدسوس، ده إسرائيليات. لكن احنا بنجيب المراجع اللي انا قريت فيها علشان خاطر برضه علامة استفهام كبيرة. لو تاخد بال حضرتك. نعم.
ماذا في هذه القصة من البرهان والدليل إن ده ملك مش شيطان؟ عن نفسي هذه الأشياء تحزن القلب. لا أنا بحط يعني مقابلة. يعني ما هو برهان؟ أنت بتسألني برهان المسيحية إيه؟ تغيير الحياة، إتمام النبوات. البرهان المذكور الوحيد اللي مذكور في كل المراجع الإسلامية للوحي هو هذا البرهان. حسب معرفتك لا يوجد براهين أخرى. ده أنا حضيف لك حاجة. نعم. يونس عن ابن إسحاق قال فحدث عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب فقال سمعت فاطمة بنت حسين وهي أمه تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول أدخلت رسول الله بين جسمها وبين درعها، يعني من تحت القميص، فذهب ذلك فذهب عنه ذلك جبريل. ده مكتوب في السيرة النبوية لابن إسحاق جزء كذا. وتكملة أخرى لذات الخبر العجيب وهي أن اختبار الآتي، ده الكلام ده بتاع مين؟ بتاع الشيخ خليل عبد الكريم، أنا مش كلام مش بتاعي، أنا انتهى كلام، أنا ماليش كلام، دي كلها مراجع إسلامية. الشيخ خليل عبد الكريم ده كان محامي شرعي ولحد ما مات كان لابس العمة والقفطان. فبيقول إيه؟ وتكملة أخرى لذات الخبر المعجب وهي أن اختبار الآتي لمحمد أو بتعبير السيدة الطاهرة صاحبك، تقول له صاحبك، لمعرفة هل هو الملائكة، هل هو من الملائكة أم من الشياطين، أنجز بإرشاد ورقة بن نفل. البرهان ده نقله من السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 406. ويعلق الشيخ خليل عبد الكريم قائلا بيد أن ورقة ابن نوفل لم يأمرها سوى بالتحسر أي نزع الخمار، أما إجلاس المعظم على فخذيها ثم على حجرها ثم إدخاله في قميصها فهذا من إبداعها وصنعها. وخليل عبد الكريم يسأل يقول ولماذا، ويجيب هو نفسه على هذا السؤال قائلا مرجعه إلى شعورها بعاطفة الأمومة الذي غدا طاغيا تجاه محمد، يعني حتى بعد أن نهز 43. هذا من جانبها. أما من جانب الخاشع فلا شك أن القارئ لم يفته أنه أصبح مثلا فإذا فازا في المطاوعة والملاينة. اجلس على فخذ يجلس، تعال في حجر يأتي، ادخل بين قميصي وجسدي يدخل. ويكمل قائلا قصة غريبة، يعني انت سمعتها قبل كده الحكاية دي ولا تهالي المشاهدين سمعوا حاجة من الشهر؟ فقصة جميلة، دعني استطرد فيها ما قاله خليل عبد الكريم. يقول هذا له دلالة لمن له ذرة من ذكاء على أن الخاضع غدا ينظر إلى زوجته نظرة الابن إلى أمه الحبيبة الذي يرى سعادته في برها ومهاودتها، وأن ما تأمر به واجب النفاذ العاجل، لأن الواله الحنون لا تشير إلا بكل ما هو في صالحه ولفائدته حتى ولو لم يعرف كنه الطلب ولا مغزى الأمر. ويواصل الحديث في هذا الأمر قائلا فهنا نجد صورة نادرة أشد الندرة للتفاني في المحبوب بل للفناء فيه، حتى إنها تذكرنا بالتعبير الشائع جسدان في روح واحد. وهو يكمل يقول ونسأل هل هو حلول أم فناء أم اتحاد، ويختم كلامه قائلا اختر ما شئت، إنما الذي لا مشاحة فيه أنها صورة أنظر من الكبريت الأحمر كما يقال في حب الزوج الابن أو الابن الزوج للزوجة الأم أو الأم الزوجة. الحقيقة حاجات محتاجة إلى إعادة تفكير، إعادة صياغة، لأن عقلية القرن الحادي والعشرين النهاردة مختلفة تماما عن عقلية القرن الأول الهجري. يعني إيه إثبات الوحي؟ ده إثبات وحي. طب ماذا فيه من إثبات وحي؟ لازم الإنسان يفكر ويعني لازم الكتب دي تعاد صياغتها وتحليلها، يعني مش يكتبه يألفه حاجة جديدة، لا
يقول لك حدث هذا لكي ولكي ولهذا ولهذا، والاستنتاج عشان خاطر العقلية بس تقتنع. سؤال آخر تفضل. ألا يمكن أن يتدخل الشيطان في موضوع الوحي؟ ألا يمكن أن يتدخل الشيطان في موضوع الوحي؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. الحقيقة برضو أتذكر ما جاء في أسباب النزول، أسباب النزول بتاع القرآن في على سورة النجم. سورة النجم آية 19 و 20 بتقول إيه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ودي كلها معبودات من الأصنام، اللات والعزى ومناة. أضاف كلاما ذكر عنه الإمام النسفي والجلالان ما يأتي. بيقول إيه الإمام النسفي؟ بيقول إيه؟ قال إنه عليه السلام كان في نادي قومه، أي في مجلسهم، يقرأ سورة والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جرى على لسانه، ده مين اللي بيتكلم؟ النسفي، من أسباب النزول، جرى على لسانه قائلا تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. قيل بيكمل يعني النسفي، فنبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن ذلك كان من الشيطان. ده الكلام ده موجود في تفسير النسفي الجزء الثالث صفحة 161. فردا على سؤال حضرتك أنه هل ممكن يتدخل؟ ها؟ لكن نحن نعلم أن الإسلام عندما جاء أنهى كل هذه الأصنام، الأصنام نعم، الأصنام نعم، وحرم هذه الآلهة اللي هي غريبة بشكل الأصنام نعم. لكن جاء الشيطان زي ما بيقول النسفي وألقى على لسانه عشان خاطر مرضاة لأهل قريش. واللي حصل إن بعد أهل قريش ما سمعوا الكلام ده سجدوا كلهم معاه وقالوا النبي بينادي بالآلهة بتاعتنا. فحتى اللي كانوا مهاجرين الحبشة بعتوا لهم قالوا لهم ده احنا صالحنا أهل قريش فرجعوا. خبرك. وجاء في تفسير الجلالين عن هذه الواقعة أنه عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد الكلمات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما ألقاه الشيطان على لسان الرسول من غير علمه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. غرانيق يعني رائعة الجمال العالية المقدار. ففرحوا بذلك، ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه فحزن، فسلي بهذه الآية، يعني تعزى بهذه الآية. يقول الإمام أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث الغرانيق: ألقى الشيطان هذا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم صفحة 225. التساؤلات اللي بتطرأ على ذهن الإنسان اللي بيفكر، كيف ينطق الشيطان على لسان الرسول؟ كيف يؤلف الشيطان آية تشبه تماما آيات القرآن لدرجة أن محمد لم يستطع أن يميز بينها وبين آيات القرآن؟ لا شك أن أي إنسان في قواه العقلية يرفض هذا الكلام. ده في الوقت اللي إيه؟ الذي تحدى فيها الله إله القرآن أن يأتوا بآيات مثل آيات القرآن في سورة البقرة آية 23: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ده الشيطان جاب صورة اهي، لدرجة أن النبي ما قدرش يميز بينها وبين كلام جبريل. جاب واحدة، الكلام ده موجود في النسفي، تفسير النسفي الجزء الأول صفحة 68.
واخد بال حضرتك؟ نعم. وفي سورة يونس آية 38 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله بسورة مثله. طب أو الشيطان أجاب؟ غريبة يعني دي ما وقعها وكلامها غريب مش بسهولة. في سورة هود آية 13 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والإمام النسفي فسر ده ويقول إيه؟ هبوا أني اختلقته من عند نفسي فأتوا أنتم أيضا بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم. ألا طب الغرانيق العلا ديت ما هو مختلق أهو وفاتت حدش ميز بينه وبين. وفي سورة الإسراء آية 88 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والناس في فسر الكلام ده ليه؟ أي لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه لعجزوا عن الاتيان بمثله. أفبعد كل هذا التحدي لا يميز الرسول بين كلام الشيطان وكلام جبريل؟ لكن هذه الأشياء التي ذكرتها غير موجودة في القرآن المتداول الآن، هل هي موجودة في القرآن الآن؟ هذه من التي نسخت، هذه التي نسخت مش جبريل ولا قال له. توجد الآن مش جبريل قال له قال له ان ديت مش من عند الله دي من الشيطان وبعدين ايه ويمحو الله كلام الشيطان. فانت بتسالني بتقول هل يصح؟ طبعا يصح في، لكن طبعا بالنسبه للوحي عندنا ما فيش كلام من انت خالص. الكلام ده بتاع حديث الغرانيق مره في البالتوك التشاتنج روم، بنعمل تشاتنج روم عشان خاطر نتكلم في المواضيع دي. لكن هناك ناس تقول ان الشيطان اتى ليجرب المسيح محاولا ان يغريه. صح. فماذا تقول لهذا الكلام القول؟ نقول ان المسيح انتصر على الشيطان ولم يخضع له. نعم. ولم يقبل كلامه. الشيطان بيحارب. نعم. إبليس اسمه خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. كأسد زائر. أي. نعم. لكن المسيح بقوة لاهوته انتصر عليه ولم يخضع عليه. نعم. لكن المشكلة هنا الخضوع. بيقولوا لنا حتة تانية قلنا لا الحديث ده ملفق، الحديث ده إسرائيليات، الحديث ده أحادي، الحديث ده لم يجمع عليه الأمة. طب أدي ذكر هنا في الإمام النسفي والجلالين والمفسرين. نعم. وعندك أسباب النزول للوحدي والناسخ والمنسخ في القرآن لابن سلامة ونصب المجانيق للشيخ الألباني وأيضا في النحاس أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ. في خلال الدقائق القليلة القادمة ألا يمكن أن يتدخل البشر في الإيحاء بشيء في كتب الأديان؟ بشر ده فكرتني بحاجة غريبة. صحيح. في القرآن يقول السيوطي في كتاب الإتقان في القرآن صفحة 53 و54 يقول حاجة غريبة قوي 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 قوي. شوف اسمع، يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر رسول نبي وقلبه. قال ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقال وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن، عمر بن الخطاب. وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نسائك يدخلن عليك يدخل عليهن البر والفجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. وأيضا إن طلقتهن نزلت آية تهديد الطلاق. وبعدين واحدة رابعة برضه في أسرى بدر، ده السيوط اللي بيقول في أسرى بدر يقول إيه؟ الحتة دي مهمة أوي مهمة أوي. يقول لك إيه؟ واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه
في الغيرة. فقلت لهن عسى ربه، ده عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كذلك. عمر يقول من هنا وتنزل آية بالظبط. وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، تانية غير التلاتة، في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي ووافقني ربي في أربع. نزلت هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآية فلما نزلت قلت أنا قلت فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. وأخرج عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر ابن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم هو عدو لنا. إبليس اللي بيذكره محمد عدو لليهود. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ده عمر قال كده. فقال: فنزلت الآية على لسان عمر، إلى آخره. وبعدين في غير كده كمان. يقول: قيل عن أمر عائشة بتاعت الإفك، سعد ابن معاذ قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية. كان في اتنين رجالة أصحاب محمد برضو اسمه يزيد بن زيد بن حارثة وأبو أيوب، قالوا برضو سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية. لقد أدركنا الوقت ونكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين. لا يسعني أمام هذه الأقوال التي تستدعي الدهشة والعجب، فعلا لم أسمع مثل هذه الأقوال قط. لكن أذكر ما جاء في البشير متى الإصحاح 12 الآية 19 التي قالت المسيح أنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. ارفع قلبك معي الله. شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء ومشاهدين الأعزاء، وأمامكم على الشاشة الآن المواقع الإنترنت التي ممكن أن ترسلوا أسئلتكم لها، ونرحب بجميع الأسئلة. وإن أردت أن تستلم الكتاب المقدس فيسعدنا أن نرسل لك نسخة مجانية. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء. آمين.